السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، وهو اللقاء السادس من لقاءات مقرر إدارة الموارد البشرية. توكل على الله وناخذ الموضوع اللي هو إكمال لموضوع المحاضرة السابقة. موضوع المحاضرة السابقة كان تصميم وتحليل وتوصيف الوظيفة، وكان موضوع كبير نوعا ما، لذلك اضطريت إلى أني أقسمه على محاضرتين، وأخذنا جزء كبير من الموضوع المحاضرة الماضية، وفي هذا اليوم إن شاء الله سنكمل الموضوع، وسيكون محتوى في هذه المحاضرة أقل من المحاضرة الماضية، وسنأخذ اختبار قصير في النهاية إن شاء الله، وأيضا سنأخذ معلومة أو فائدة تفيدنا إن شاء الله في طريقة المراسلات بالإيميل، وهي ليست داخلة في المقرر لكنها مفيدة لمستقبلنا إن شاء الله، ولطريقة تواصلنا مع الآخرين من خلال الإيميل، لأنه لابد أن نحسن مهاراتنا في كتابة البريد الإلكتروني، لأنه يعكس شخصيتنا ويعكس مستوى تعليمنا، ومن الضروري جدا أن نهتم فيه. هذا نتكلم فيه إن شاء الله بعد ما ننتهي من المحاضرة وقبل الأسئلة القصيرة بإذن الله تعالى. تكلمنا في المحاضرة الماضية حول التصميم وتحليل وتوصيف الوظيفة، وسنكمل اليوم إن شاء الله، والكلام متصل حول تحليل الوظيفة الجوب أناليسس. صدقت يا نايف، أصبح الوسيلة الرسمية للشركات، هذا مؤكد، يقصد الإيميل. هذه طرق جمع المعلومات، طبعا نجمع معلومات لتحليل الوظيفة، نجمع معلومات لتحليل الوظيفة. تذكرون قلنا أنه عندنا تصميم وظيفة اللي هو جوب ديزاين، و وصف وظيفي اللي هو job description، وتحليل الوظيفة اللي هو job analysis. وإن كان المستخدم الغالب هو الوصف الوظيفي، الوصف الوظيفي يعني بعض الناس يقول عندنا تحليل الوظائف، وهذا يكون قبل نجمع فيه معلومات عن الوظيفة نفسها ونحللها، ثم نخرج بالوصف الوظيفي الذي فيه الواجبات والمسؤوليات والحقوق إلى آخره. كثيرا ما يتداول الوصف الوظيفي فقط، وهناك نماذج كثيرة للوصف الوظيفي جاهزة، يعني فورمات، نماذج جاهزة، تحصلون لو تكتبون في جوجل مثلا نموذج للوصف الوظيفي تجد نموذج جاهز، فورم، مجرد أنك تعبيه فقط، وهناك أيضا نماذج معباه جاهزة. فالوصف الوظيفي جيد. هناك رأي آخر لابد أن نطرحه هنا حول ما يتعلق بالوصف الوظيفي، هو يعني بعض الناس يقول أن الوصف الوظيفي في بعض الأحيان ما يكون دقيق، ما يعكس الوظيفة نفسها، فيعمل الشخص في بعض الأشياء وهي خارج الوصف الوظيفي، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل. لذلك بعض الناس يقول ما نحتاج للوصف الوظيفي للوظيفة نفسها، لأن العمل في غالب الشركات في تيم وورك، في فرق عمل، فإذا كان فريق العمل يعرف المهمة ويشتغل على المشروع نفسه أو العمل، فما نحتاج وصف وظيفي لفريق العمل لأنهم عارفين العمل اللي يقومون به، يحتاجون هم الفريق العمل هذولا يحتاجون أنهم يفهمون الواجب منهم، إذا عرفوا الواجب وماذا يجب عليهم أن يعملوه خلاص، يمكن يكون الواجب هذا مكتوب أو غيره، لكنه ليس بالضرورة وصف وظيفي لكل واحد من فريق العمل. هذه وجهة نظر موجودة ومطروحة،
لكن طبعا نحترم وجهة النظر هذه، ونحترم وجهة النظر اللي هي أكثر شيوعا، أنه لكل وظيفة وصفها الخاص بها. عموما نرجع لتحليل الوظيفة. تحليل الوظيفة يركز بالدرجة الأولى على جمع المعلومات ثم تحليلها للمساعدة في الخروج بوصف وظيفي. كيف نجمع المعلومات؟ دائما الله يسعدكم، دائما طرق جمع المعلومات عديدة وكثيرة، لكن يلخصونها بثلاث، اللي هي الملاحظة والمقابلة والاستبيان. طرق جمع المعلومات كثيرة وكثيرة جدا، لكن دائما يلخصونها بثلاث: الملاحظة observation، المقابلة interview، أو الاستبيان اللي هو الكوشينير. الملاحظة تكون باستخدام الحواس بطبيعة الحال، إذا كان استخدام البصر مثلا، ويعني نبقى نلاحظ ونجمع بيانات، أو تكون باستخدام الأجهزة وهي الملاحظة الآلية وهي الأكثر. أعطيكم مثال: إذا عندنا سوبر ماركت نبغى نسوي ملاحظة على سلوك المستهلكين في السوبر ماركت الكبيرة هذه، نبغى نشوف سلوك المستهلك في السوبر ماركت هذه أول ما يبدأ بإيش، يعني مثلا يبدأ بالخضار ولا الفواكه، يبدأ بمثلا المواد الغذائية، يبدأ بالأمور المثلجة مثلا، يبدأ بالثلاجة والألبان والحليب والزبادي وغيرها. من وين يبدأ؟ لازم نعرف جواب. فحطينا الكاميرات وسوينا ملاحظة، يسوينا ملاحظة يا نور العمري، الكلمات بالإنجليش قلنا معكم اللي نسأل عنها، اللي نسأل عنها بالكوز. فتابعنا خلال يومين أو ثلاثة أيام سلوك المستهلكين، أول ما يدخلون وين يروحون، أول ما يدخلون وين يروحون. فوجدنا أنهم يروحون مثلا الخضار والفواكه وغيره. فهذه نتيجة ينبني عليها طريقة التسويق مثلا، ينبني عليها العرض، وين نعرض الأشياء، ينبني عليها مثلا إذا بغينا بعض الأمور تمشي ويعني يتم شراءها، نحطها قريبة من الخضار والفواكه، لأن المستهلك على سبيل المثال إذا جاء يشتري يكون في بداية الشراء أول ما يدخل يبغى يشتري أكثر من آخر الوقت اللي يكون في السوبر ماركت. طبعا سلوك المستهلك أو الكونسيومر بيهيفير اسمه، هذا علم كبير ويدرس في مواد ومقررات، وفي علم التسويق يدرس بالتفصيل. الشاهد من الكلام هذا كله الملاحظة. كيف عرفنا سلوك المستهلك هذا؟ بالملاحظة. يعني مثلا عندنا بعض الموظفين يتكلمون أحيانا، وأحيانا يعني يكون على حساب الإنتاجية، فمن خلال الملاحظة والكاميرات نقيس الوقت اللي يتكلمون فيه مع بعض، ثم نعالج المشكلة هذه بالتدريب أو غيره. فالملاحظة طريقة جدا ممتازة لجمع البيانات، لكنها متعبة في العمل أكثر من المقابلة وأكثر من الاستبيان. هذه الملاحظة الأوبزرفيشن. المقابلة الانترفيو، وهي أنواع كثيرة، أشهرها فيس تو فيس أو وجها لوجه، أو أحيانا استخدام الهاتف مثلا، الفون انترفيو أو التليفون انترفيو، أو الأونلاين أحيانا بالبرامج الكثيرة جدا، سواء في سكايب أو فيس تايم أو غيرها من البرامج الكثيرة جدا اللي يمكن تلتقي بالناس أونلاين يعني بالكاميرا. هذه مقابلة. وش طريقة جمع البيانات الثالثة؟ اللي هي الكوشينير، كوشينير الاستبانة والاستبيان. هذه يقولون أنها مناسبة عندما تكون الأعداد كبيرة. أنا رحت لمحل ما يحتاج أذكر اسمه الأسبوع الماضي،
يعني تسوقت في المحل هذا واشتريت بعض الأشياء، فلما خرجت وجدت شاب مهذب كذا لطيف معه آيباد زي الآيباد الصغير الأجهزة اللوحية هذه، وقال لو سمحت عندك دقيقتين؟ قلت إيه نعم أكيد. قال لو سمحت بس ممكن تعبي لنا الاستبيان هذا، نبغى نستفيد منكم ومن تجربتك في تطوير العمل عندنا وتطوير المتجر هذا. فقلت على الرحب والسعه وجلست وكتبت البيانات، وكان الولد شاب كذا لطيف سعودي وكان غايه في التهذيب، والاسئله الحقيقه عجبتني كثير، الاسئله جدا 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 مركزه وينبني عليها عمل، ينبني عليها تطوير. فيعني زاد احترامي للمنظمه هذه او الشركه لانها حريصه على التطوير. عموما الشاب هذا استخدم الاستبانة وهي الكوستينير، هذه أبرز ثلاث: الملاحظة، المقابلة، والاستبيانة أو الاستبانة أو الاستبيان. عبد الله يقول الله يوفقه، آمين آمين، وجميع الإخوة والأخوات. هذا من المهنية، ترى من المهنية ومن البروفيشناليتي انه الشركات تعمل الشيء هذا وتحاول ان تقدم ما لديها وتطور ما تستطيع. في ايضا قائمة الاسئلة والمقابلة، تجمع بين المقابلة والاستبانة من خلال اعداد استبانة اجراء الزيارات الميدانية، سجل الوقائع اليومية، يحتفظ الموظف بمفكرة يومية لتسجيل المهام اليومية إلى آخره. هذه كلها من طرق جمع المعلومات. طيب، ما هي العوامل التي يجب أن نراعيها إذا أردنا أن نحلل الوظيفة؟ عندنا مجموعة من العوامل، يجب أن تكون الحقائق والمعلومات تتعلق بالوظيفة، انتبهوا لها هذه. إحنا ما نتكلم عن الموظف هنا، نتكلم عن الوظيفة نفسها، وحطوها في بالكم الله يسعدكم أنه إحنا جالسين نحلل الوظيفة ولا نحلل الوظائف نفسها. يجب أن تكون الحقائق، عفوا، يجب نتكلم عن الوظيفة وليس الموظف، آسف. يجب أن تكون الحقائق والمعلومات تتعلق بالوظيفة وليس الفرد الذي يشغل الوظيفة. هذه من الأشياء المهمة عند تحليل الوظائف. تحليل الوظائف كما هي في الواقع ليس كما يراد أن تكون في المستقبل. يجب أن توضح المعلومات مدى اختلاف الوظيفة عن الوظائف الأخرى، هذا ضروري. يجب أن تكون المعلومات شاملة لتوضح الصورة الفعلية. يجب أن تكون المعلومات حول وظيفة محددة متناسقة مع مهام ومتطلبات الوظائف الأخرى. التأكد، هذه ستة جدا مهمة، التأكد من صحة المعلومات ودقتها. سابعا، تحديد الوقت والمجهود اللازم لإنهاء العمل. الثامن، وضع الحد الأدنى من الكفاءات العلمية والعملية لكل وظيفة. هذا اللي نخرج فيها بشروط الوظيفة. قبل ما تعدى الشريحة هذه أنا أكرر أن عندنا ثلاث أشياء: الوصف الوظيفي وتحليل الوظيفة وتصميم الوظيفة، ثلاث أشياء. وأكون معكم صريح، تصميم الوظيفة يستخدم ليس كثيرا مثل الوصف الوظيفي، يعني أكثر شيء يستخدم تحليل الوظائف، وهذا شيء داخل الشركة ينبني عليه الوصف الوظيفي. تحليل الوظيفة نجمع معلومات ثم نخرج فيها بالوصف الوظيفي. ما الفرق بين الثلاث هذه؟ تحليل الوظيفة، تصميم الوظيفة، وصف الوظيفة أو الوصف الوظيفي. باختصار، تحليل الوظائف هو جمع المعلومات حول الوظيفة وتحليلها، هذا باختصار. ثم يجينا الوصف الوظيفي، هو الواجبات والمهام والمسؤوليات. عندنا تحليل الوظائف يا أثير، وعندنا توصيف الوظائف،
وعندنا تصميم الوظائف. ثلاث أشياء شوفوا أنا كنت كاتبها هنا في العنوان: تصميم وتحليل وتوصيف. تصميم وتحليل وتوصيف، ما الفرق بينها؟ قلنا تحليل جمع البيانات حول الوظيفة وتحليلها، وهي مرهقة شوية الحالة هذه. توصيف الوظيفة الجوب ديسكريبشن، هذه فيها الواجبات والمهام في الغالب، يعني الغالب على توصيف الوظيفة الواجبات والمهام. تصميم الوظيفة آخر شيء الجوب ديزاين، هذه يقولون تشمل الأنشطة، أنشطة الوظيفة، يعني ما هي الأشياء اللي بيقوم بها الشخص اللي بيتولى الوظيفة هذه، ما هي الأنشطة والأكتيفيتيز اللي سيقوم بها الشخص، هذه في تصميم الوظيفة. عموما هي ثلاث أشياء ما أحتاج أكررها كثير، عدتها مرة أو مرتين، حطوها في بالكم. لكن راح تلاحظون أن أكثر شيء يستخدم في عند المختصين في الموارد البشرية هو الوصف الوظيفي. الوصف الوظيفي هو أكثر ما يستخدم. طيب، ما هي خطوات تحليل الوظيفة؟ أولا حصول على معلومات، كنا قبل شوي تحليل الوظيفة مرتبط بالمعلومات، الحصول على المعلومات المبدئية حول عمل المنظمة والهيكل التنظيمي والعلاقة بين الوحدات الإدارية. إيش معنى الوحدات الإدارية؟ يعني الأقسام والإدارات داخل الشركة. عندنا قسم الاي تي، قسم المالية، قسم المحاسبة، قسم المشتريات، قسم الموارد البشرية، إلى آخره من الأقسام والإدارات داخل الشركة أو داخل الجهة الحكومية. بعدين إذا جمعنا المعلومات نسوي تحديد الوظائف التي ستخضع للتحليل. أي الوظائف التي تخضع للتحليل؟ وظائف إدارية، وظائف فنية، وظائف مهنية، إلى آخره. بعدين شرح أبعاد تحليل الوظيفة لجميع الموظفين وضرورة تعاونهم مع المحللين. يعني من الأشياء هذه فائدة، أنا جربت تحليل الوظائف وكتابة وصف وظيفي ولاحظت في فرق بين الجهات الحكومية وبين الجهات الخاصة. لاحظت في الجهات الحكومية مثلا أن عملنا أكثر من حاجة، عملنا المقابلات اللي قلتها قبل شوي، وكنا نروح نسأل الموظفين والمدراء وغيرهم أنه ما هي وظيفتك، ما هي مهامك الوظيفية، ما الأشياء اللي تقوم بها، فكنا نسوي تحليل وظيفي ونجمع بيانات. فلاحظنا أنه في العمل الحكومي تكون المعلومات من الموظف الحكومي أقل نوعا ما، وفي محاولة لتقليل المهام، في محاولة لتقليل المهام. فإذا سألت واحد مثلا موظف ما هي وظيفتك، ما هي المهام اللي تقوم فيها أنت، فيقول أبد مهامي قليلة، 1 2 3. بينما اللي وجدنا في القطاع الخاص وفي الشركات أنه الواحد يتكلم ويضيف مهام. يعني إذا سألت واحد في شركة ما هي مهامك الوظيفية، فيقول عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. بينما نفس السؤال قد توجهه إلى واحد يعمل وظيفة قريبة من وظيفته في القطاع الحكومي، ربما الموظف نفسه يجيب بأشياء أقل. هذه لازم ننتبه لها إذا جينا نسوي مقابلات مع الموظفين لنجمع البيانات حول وظائفهم، ولا نعتمد على كلامهم اعتماد كبير لكن نستفيد منه. فنرجع إحنا لأكثر من جهة ونجمع البيانات، نروح لمديرهم مثلا نسأل المدير ما هي الوظائف اللي يقوم بها الموظفين اللي عندك، نروح للأشياء اللي مكتوبة إذا عندهم أشياء مكتوبة، نروح للأنظمة مثلا واللوائح الداخلية، نروح للجهات المماثلة لهم ونشوف الوصف الوظيفي للموظفين اللي فيها، إلى آخره. محاولة جمع بيانات، وهي ترى عملية مضنية، يعني أنا أذكر اشتغلنا عليها كانت متعبة متعبة، بعدين جمعناها وحللناها كتبناها بصياغة
وطلعت في مذكرة أظن 32 صفحة أو حاجة، فهي مهمة لكنها ضرورية. إيش الفائدة من التحليل الوظيفي؟ تقول شهد، الفائدة من التحليل الوظيفي أننا نخرج من خلاله بالوصف الوظيفي. يعني إذا عندنا في شركة موظفين، عندنا واحد في مساعد إداري أو سكرتير، وعندنا مدير قسم أو رئيس قسم، وعندنا واحد مسؤول عن المشتريات، وعندنا واحد مسؤول عن الموارد البشرية، وش وظائفهم هذه؟ كيف نسوي لها الوصف الوظيفي؟ من خلال جمع البيانات وتحليل الوظائف، حتى ما الواحد يعمل وهو غير، يعني يعمل في وظيفة غير واضحة المعالم. عيدية، ما أدري الاسم كذا، ممكن الخاص إن كل ما زاد العمل زاد الحافز والراتب. صحيح، هذا صحيح. وأيضا فيه في القطاع الخاص يمكن يضيف الواحد بعض المهام حتى يعطي رسالة يعني غير مباشرة للشركة، أنه أنا يا جماعة قاعد أشتغل، ف يعني لا تستغنون عني، أنا قاعد أشتغل، يعني آمل تجديد العقد، يعني كمثال. يعني ناي تقول هذا صاير أغلب الشركات تشتغل بدون تعرف وش وظيفتك. لا لا لا، في شركات كثيرة يا نايف تشتغل بعمل مهني وفيها توصيف وظيفي، لكن بعض الشركات تعمل، وهي قليلة أظنها، تعمل الوصف الوظيفي لكن ما تعلنه للموظف. طبعا تذكرون في التهيئة، أظن بناخذ فيها محاضرة كاملة إن شاء الله، فيها الشيء يسمى برنامج التهيئة للموظف. أنا والله نسيت أخذنا المحاضرة ولا بناخذها، لكن أكيد في محاضرة مستقلة حول تهيئة الموظف الجديد. تهيئة الموظف الجديد، إذا جانا موظف جديد إيش البرنامج اللي نقدمه له؟ نقدم له برنامج يعني نعرفه على الشركة ونعرفه على أشياء كثيرة، من ضمنها نعرفه على وظيفته ونعطيه الوصف الوظيفي. وفي ممارسات كثيرة، ممارسات جميلة أظننا بناخذها إن شاء الله في محاضرة قريبة، برنامج كامل يسمونه برنامج تهيئة الموظف الجديد، أو بالإنجليش يسمونه onboard، onboard ولا orientation ولا induction، لو أكثر من اسم. سلوى تقول الفائدة نخرج بشيء يناسب لنا، ممتاز. ما شاء الله في مشاركات كثيرة. لا، التهيئة مش التأسيس يا عبد الله، التهيئة هي أول أسبوع تقريبا، أول أسبوع في العمل. يعني إذا موظف جديد ما يدخل كذا يبدأ يعمل، هذا ليس صحيح، هذا ليس من المهنية. يعني إذا جاء موظف على طول نسلمه وظيفة ونقول تفضل اشتغل، لا، لابد نعمل له تهيئة، نعرفه على الزملاء، نعرفه على المبنى، نعرفه على الوظيفة، نخليه يجرب شوي. في حاجة يسمونها بادي، يعني موظف سابق قديم، نقول للموظف الجديد هذا خلك مع البادي حقك هذا يومين ثلاث أيام حتى تعرف وتتعلم. عموما هذه نتكلم عنها بالتفصيل في محاضرة مستقلة، وهو برنامج جدا مهم. أمجاد تقول الوصف الوظيفي هو المسمى الوظيفي. طبعا في ناس يقولون مسمى ويقصدون الاسم، احنا ما نقصد الاسم. الاسم مثلا أخصائي موارد بشرية، مثلا أخصائي موارد بشرية، وفي أخصائي أول وأخصائي ثاني، وفي منسق موارد بشرية، وفي مدير موارد بشرية. فإذا قلنا أخصائي موارد بشرية هذا الاسم الوظيفي، هذا الاسم. ما هو الوصف الوظيفي للأخصائي هذا؟ مكتوب في صفحة واحدة، الواجبات والمهام في الوصف الوظيفي أمجاد، ليس هو اسم الوظيفة. اسم الوظيفة مجرد عنوان. هل ضروري هذه التهيئة لأن أكثر مؤسسة يشتغل؟ نعم ضرورية، نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. طيب الله يسعدكم، خلونا نكمل إنه بقي معنا قليل. تحديد طريقة جمع البيانات، قلنا مقابلة، استبانة، ملاحظة إلى آخره.
الجمع الفعلي للمعلومات يتبع ذلك مراجعة وتصنيف المعلومات مع الموظف نفسه والرئيس، هنا خطأ نفسه ما فيها نقطتين. استخلاص وصف الوظيفة ومواصفات شاغلها، شفتوا الكلام هذا؟ خلوني أحط اللون الجميل اللي دائما اختاره. هذه النتيجة 7، أن هذا تحليل جمع بيانات وتحليل، جمع بيانات تحليل. طيب مش الفائدة من الكلام هذا؟ نبي نطلع بوصف وظيفي، نطلع بوصف وظيفي، نقول للموظف تفضل هذا الوصف الوظيفي لك، هذه وظيفك، هذه اللي تشتغلها أنت. طيب خلنا نكمل. هنا في أشياء مهمة لازم نقف عندها شوي. هذا الوصف الوظيفي، احنا خلصنا قبل شوي تحليل الوظيفة وعرفنا باختصار انه جمع بيانات وتحليلها والخروج منها بوصف وظيفي. حتى الآن واضح؟ الله يسعدكم، واضح، ممتاز. طيب الآن انتقلنا للي بعدها الآن، اللي هو الوصف، الجوب ديسكريبشن، الوصف الوظيفي، الجوب ديسكريبشن يشمل المعلومات. شفت المعلومات اللي جمعناها هناك ما ضاعت، جبناها هنا. يشمل المعلومات المتعلقة بمسمى الوظيفة. يا شباب في فرق بين اسم ومسمى، حطوها في بالكم، في فرق بين اسم ومسمى. اسم اللي هو العنوان، اللي هو مثلا أنا اسمي يوسف، تمام؟ من هو المسمى اللي وقع عليه الاسم؟ أنا نفسي. فعندنا شيئين، فيها الشيء ذاته وفيها الاسم. فعندنا الوظيفة لها اسم، الوظيفة لها اسم، مثلا مدير موارد بشرية. أيوة ممتاز يا عيدية، الاسم وصاحب الاسم ممتاز. الصوت تقول سارة الصوت راح، الصوت واضح عندكم؟ ممتاز، أي ممتاز، أحسنت يا أظن عيدية اسمك كذا، الله يوفقك. الاسم وصاحب الاسم، فعندنا الاسم هذا هو الاسم، صاحب الاسم هو عبدية. أوكي الله يوفقك. صاحب الاسم هو المسمى، صاحب الاسم هو المسمى، تمام. فهنا شوفوا ايش قلنا، يشمل المعلومات الوصف الوظيفي او الجوب ديسكريبشن، يشمل المعلومات المتعلقة بمسمى الوظيفة، يعني الوظيفة نفسها مو فقط الاسم، اسمها. احنا ماشي الان يا شباب يا اخوات؟ ممتاز الله يسعدكم. يشمل المعلومات اللي هو الوصف الوظيفي المتعلقة بمسمى الوظيفة وواقعها التنظيمي والمهام والمسؤوليات ونطاق الإشراف والرئيس المباشر وإلى آخره. دائما يركزون على هذه، دائما يركزون عليها بالوصف الوظيفي وأشياء ثانية. يعني أنا ودي بس إذا عندكم وقت تروحون بعد المحاضرة ادخلوا في جوجل اكتبوا نموذج للوصف الوظيفي، تبي تلقون ملايين بالملايين، أو اكتبوا example of job description أيضا تبي تلقون بعشرات ومئات الملايين. في أنواع كثيرة، ما فيها شيء صح وشيء خطأ، على حسب ما تحتاجه أنت في شركتك. تختلف مستويات تحليل الوظيفة من وظيفة إلى أخرى، من تحليل تفصيلي إلى وصف بشكل عام. هذه طبعا أنواع. سابقا مالت المنظمات إلى الوصف الدقيق للوظيفة، يعني كانوا يكتبون أوصاف دقيقة، يمكن مثلا 3-4-5 صفحات. لاحظتنا مؤخرا أنهم يكتبونها إجمالا بشكل عام. وش إيش سلبية الوصف الدقيق للوظيفة؟ أنها قادتنا إلى مشكلة، أنه this is not my job،
هذه مشكلة، هذه مشكلة. This is not my job. إذا عطيت مثلا عندك 4 موظفين، عطيت كل واحد منهم وصف وظيفي دقيق دقيق جدا، فراح يكون تركيزه على التفاصيل أكثر، يقول خلاص هذه وظيفتي، لن أتجاوزها شبر واحد، خلاص يكفي، فيها وصف وظيفي ثري وغني. فإذا طلبت منه حاجة يقول لك هذه ما هي بوظيفتي، هذه ليست وظيفتي. ليش ما هي بوظيفتك؟ يقول ما هي موجودة بالوصف الوظيفي حقي. يقول لك this is not my job، هذه كانت مشكلة موجودة. This is not my job. طيب هذه وظيفك، سوها يا فلان. لا، ما هي وظيفتي، ليست موجودة في الوصف الدقيق لوظيفتي. طبعا وتفاديا لهذا الأمر لجأت بعض المنظمات إلى الوصف العام أو وصف أكثر عمومية من الذي كان قبل، ماشي، حتى أنهم صاروا مثلا بعض المنظمات في الوصف الوظيفي يكتبون مثلا منسق موارد بشرية، هذه وظيفته كوردينيتر، يعني منسق موارد بشرية، يكتبون من مهامه مثلا جمع السيرة الذاتية للموظفين الجدد، فرزها، التنسيق معهم، ترتيب جدول المقابلات، ثم لإرسال العروض الوظيفية للناس اللي تمت الموافقة عليهم وإلى آخره، ثم يكتبون تحت ومن المهام الوظيفية لمنسق الموارد البشرية ما يحال إليه من مدير الموارد البشرية من المهام، يخلونها مفتوحة كذا، يخلونها عامة، لا مو بتاع كله. الله يسعدك يا بدون، لا لا مش بتاع كله. في 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 الله يوفقك. في نطاق الوظيفة، في نطاق الوظيفة، في ما يحال إليه من مديره في نطاق وظيفته. ليش يحطون الأشياء هذه؟ حتى ما يجينا واحد يقول this is not my job، هذه ما هي بوظيفتي. إلا وظيفتك، وظيفتك ما دام أحالها عليك المدير فهي وظيفتك وداخل نطاقك. وأحيانا وهذا واقع، يحال للشخص وظائف خارج نطاقه، بعيدة جدا. يعني في بعض الموظفين مثلا في الموارد البشرية، يشتغل في الموارد البشرية، كل عمله موارد بشرية، فجاء تكليف من الإدارة لأنه يبحث عن مقر جديد للشركة، وقالوا له رح نغير مقرنا هذا، رح برا وكلم مكاتب العقار وشف لنا مقر مناسب جديد. هل هذه البحث عن مقر جديد من أعمال إدارة الموارد البشرية؟ الجواب لا، لكن يقول جاني تكليف. وهذه تصير كثير ترى، هذه تصير كثير، وأنا أنصحكم أن الواحد يصير مرن في الأشياء هذه، يصير مرن وهين ولين شوي. يعني إذا جاء تكليف زي كذا بعيد عن تخصصه يقول إن شاء الله ما يكون إلا خير، أنا سأحاول، ويروح يجتهد. يعني يروح يجتهد، يعني لا يصير الواحد يعني جامد على وظيفته، لأن أحيانا تجي من ثقة. يعني أحيانا المدير يحيل عليك أشياء ليست ذات علاقة بوظيفتك لأنه يثق فيك، فالثقة هذه تستحق أنك تعمل لها. فواضحة هذه this is not my job، هذه واضحة، هذه مشكلة كانت موجودة سابقا أكثر من الآن. اللي أدى للمشكلة هذه الوصف الوظيفي الدقيق. طيب الله يسعدكم، احنا ترى محاضرتنا اليوم على وشك تنتهي. الله يسعدكم جميعا. آخر شريحة في الوصف الوظيفي، مواصفات شاغل الوظيفة. ما زلنا في الجوب ديسكريبشن، لكن هذه يسمونه job
specification محددات الوظيفة. محددات الوظيفة. أنا ليش أجيب لكم كلمات كثيرة في الموارد البشرية؟ طبعا لا تقلقون كثير، لا تقلقون، ما أسألكم عنه في البونس مو بونس، في الكويز، ما أسألكم عنه في الكويز من المصطلحات الإنجليزية هو اللي مطلوب معكم في الاختبار النهائي أو ما أحدده، وهذه كلها بوضحها في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله. لكن لماذا أنا أجيب كلمات إنجليزية كثيرة وأحيانا اختصارات وأحيانا أسألكم عن الاختصارات؟ لأنه بكل صراحة يعني العمل في القطاع الخاص وحسب ما رأيت أنا في الموارد البشرية أحيانا تقعد اجتماع ساعة كاملة، نص الكلام مصطلحات إنجليزية واختصارات، نص الكلام تماما مصطلحات إنجليزية واختصارات، مصطلحات إنجليزية واختصارات. فلازم نعرف على الأقل الأساسيات، لازم نعرف. من أراد منكم طبعا يتخصص في الموارد البشرية لابد يعرف الأساسيات. أعطيتكم صفحتين فيها أبرز الاختصارات، حطيتها في المنتدى، وفي كتاب مصطلحات أنا شغال عليه أنا واحد من الأصدقاء، إن شاء الله أنه يرى النور قريبا 3-4 شهور إن شاء الله، إن شاء الله، مصطلحات الخاصة بالموارد البشرية. طيب، تشمل هذه مواصفات شاغل الوظيفة، المعلومات الخاصة بالحد الأدنى اللي يجب أن تتوفر في شاغل الوظيفة من مؤهلات وخبرات وقدرات جدارات، غالبا تتم إضافتها إلى الوصف الوظيفي خصوصا الاستقطاب والاختيار والتعيين، هذه تكلمنا عنها سابقا. كتابة الوصف الوظيفي بشكل مختصر وواضح ومفهوم مرتبة بحسب الأهمية، ويجب أن تبدأ بالعبارات بأفعال، هذه من الأشياء المهمة في الوصف الوظيفي أنه يبدأ بفعل، يقوم الموظف بكذا وكذا، يدير كذا وكذا، يشرف على كذا، يساعد على كذا، تبدأ بفعل. ويجب اجتناب الضمائر هو هي، هذا مش كويس أبدا. ويكون في الوصف الغرض الوظيفي وعوائد الأداء. توجد العديد من المعاجم لتجميع أكبر عدد ممكن من الوصف الوظيفي لآلاف الوظائف، هذه يسمونها ديكشنري أوف، عفوا هذه مي بي اف، ديكشنري أوف اكيوبيشنال تايتلز، يعني قاموس العناوين الوظيفية إن صح التعبير. أنا نعم يا مجد تخصصي في الموارد البشرية. طيب بقي معنا 5 دقائق أو أقل، خلوني أشير لهذا. هذا كيف تكتب إيميل، هذا كتبته سابقا وحاولنا نسهله كثير، لا لن أشرحه كاملا الآن، رفعته قبل شوية في المنتدى فممكن تقرونه، سهل جدا. وأي واحد يبغى يطور مهارة الكتابة عنده في الخطابات وغيره، الكتاب هذا جميل جدا، سوينا له إشارة فما يحتاج نشرحه لأنه ضاق الوقت علينا، هو شارح نفسه هذا، ورفعت أنا نفس الصورة هذه في المنتدى قبل شوية. طيب، وكالعادة كتب، هذا تكلمنا عنه المحاضرة الماضية، من أوسع الكتب معالي الوزير الأستاذ الدكتور مدني علاقي، رائع جدا هذا الكتاب، كبير ضخم وفي كل شيء. لا لا للفائدة يا نورة، الصورة هذه الصورة حقت كيف تكتب إيميل للفائدة، هذا كتاب مترجم جميل جدا ومفيد. أنا دائما أعطيكم كتب من أراد الاستزادة ولا ما هي مطلوبة إلا الكتاب المقرر فقط، تكلمنا عنها في وقتها يا فداء، الاستقطاب والاختيار والتعيين تكلمنا عنها. تبغون اختبار ولا ضاق الوقت علينا؟ تبغون كويز؟ طيب خلنا نعطيكم،
ولنعطيكم بعض الأسئلة. الله يسعدكم، الله يسعدكم ويوفقكم. هذا سؤال صح أم خطأ؟ كله في نفس موضوع محاضرتنا اليوم. صح أم خطأ؟ عند تحليل الوظائف يجب أن تكون الحقائق والمعلومات تتعلق بالفرد وليس الوظيفة الذي سيشغل الوظيفة. يعني المعلومات يجب أن تكون متعلقة بالفرد الذي سيشغل الوظيفة وليس الوظيفة نفسها. صح أم خطأ؟ عيد السؤال. حاضر. عند تحليل الوظائف يجب أن تكون الحقائق والمعلومات تتعلق بالفرد الذي سيشغل الوظيفة وليس الوظيفة. صح أم خطأ؟ خطأ، لأنه يجب أن تتعلق بالوظيفة. صحيح، إجاباتكم صحيحة. طبعا الجواب الصحيح على هذا السؤال هو خطأ، لأن المعلومات والحقائق يجب أن تكون متعلقة بالوظيفة مثل ما قلنا قبل شوي. السؤال اللي بعده، أربع خيارات. يعد الحصول على المعلومات المبدئية حول عمل المنظمة والهيكل التنظيمي والعلاقة بين الوحدات الإدارية من، أعطيكم أربع خيارات: خطوات تحليل الوظيفة، خطوات الاستقطاب والتوظيف، خطوات بناء الهيكل التنظيمي، خطوات بناء استراتيجية المنظمة. أيها صحيح؟ الجواب رقم واحد. وين هذه الخطوات؟ هذه، هذا سألنا عن رقم واحد قبل شوي. صحيح، الجواب صحيح ورقم واحد. أعيد السؤال. حاضر. يعد الحصول على المعلومات المبدئية حول عمل المنظمة والهيكل التنظيمي والعلاقة بين الوحدات الإدارية من، خطوات تحليل الوظيفة، خطوات الاستقطاب والتوظيف، خطوات بناء الهيكل التنظيمي، خطوات بناء استراتيجية المنظمة. وقلنا أن الجواب هو رقم واحد. طيب السؤال اللي بعده، ركزوا شوي. This is not my job. أربع خيارات. This is not my job. هذا سلوك متوقع يفعله بعض الموظفين. آسف أعيد الخيارات مرة ثانية. This is not my job. هذا السؤال، هذا السؤال. الخيارات اللي عليه أربعة: مشكلة نتجت عن الوصف الدقيق للوظيفة، أو سلوك متوقع يفعله بعض الموظفين، أو علامة إيجابية تدل على تركيز الموظف على عمله وعدم تدخله في عمل غيره، أو جواب معتاد يقوله الموظف لمديره حين يطلب منه أداء بعض الأعمال الإضافية. أيها الصحيح؟ الجواب الأول، الجواب الصحيح هو الجواب الأول. This is not my job. هذه مشكلة نتجت عن الوصف الدقيق للوظيفة. ما هو جواب معتاد؟ لا، مو معتاد، خصوصا الآن. جاوبتها قبل الخيارات، أعطيت الخيارات أنا قبل شوي. السؤال الأخير، يبدأ الوصف الوظيفي ب، يبدأ الوصف الوظيفي ب، حرف ب يعني أسماء، مثل الموظف يخطط، الموظف يشرف إلى آخره.
أفعال مثل يدير الموظف أو يشرف الموظف أو يساعد أو ضمائر مثل هو يدير هو يشرف أو اختصارات لمصطلحات اللغة الإنجليزية مثل HRM و HRD. السؤال شكله صعب شوي. الجواب الصحيح هو أفعال. أفعال. أعيد السؤال بس حتى أحس أنه كذا مو واضح لبعضكم. يبدأ الوصف الوظيفي ب حرف ب حرف باء عفوا. يبدأ الوصف الوظيفي بأسماء مثل الموظف يخطط أو يشرف. الموظف يشرف. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن الوصف الوظيفي يبدأ بأفعال مثل يدير الموظف يشرف الموظف إلى آخره. أو الخيار الثالث ضمائر. يبدأ الوصف الوظيفي بضمائر هو يدير هو يشرف. أو باختصارات باللغة الإنجليزية مثل HRM يعني Human Resource Management ولا HRD يعني Human Resource Development. أيها الصحيح أنه يبدأ بأفعال. هذه قلناها قبل شوي. وين قلناها هذه؟ هذه يبدأ بأفعال يدير ويشرف ويساعد وإلى آخره. ممتازة فاطمة الله يوفقك. طيب ما عندنا أسئلة كثير اليوم، عندنا الأسئلة هذه فقط، أظن 4 أو ما أدري كم. طيب الله يسعدكم، خلصنا. باقي أي سؤال؟ أخذنا من وقتكم 4 دقائق. أنا باقي ترى أحيانا أبقى 5 دقائق وحوله. إذا أحد عنده أي سؤال أبرك الساعات. تفضلوا بالأسئلة إذا في أي سؤال مهم. آمين. الله يوفقكم جميعا، الله يوفقكم ويسعدكم جميعا. أنا أؤكد وأكرر أنه ترى نعطي مقدمات للموارد البشرية. موارد بشرية عالم كبير جدا، لكن احنا قاعدين نفتح أبواب فقط. واللي بيتخصص منكم بالموارد البشرية راح يلقى عالم كبير جدا في سوق العمل. دكتور شرايح 11 لقاء يعني هي كاملة ولا لا يا سلوى؟ باقي الشريحة. ايه لقاء 12 ما خلصت منه، لقاء رقم 12 ما خلصت منه لاني اتكلم عن البرامج الحاسوبية وانا قاعد اشتغل عليه، ان شاء الله بيخلص قريبا باذن الله. باقي لقاء واحد فقط هو لقاء رقم 12. الله يسعدك يا نايف. نورة تقول الشهادات المهنية معانا ولا لا؟ اي نعم معانا، بناخذ فيها محاضرة ان شاء الله. اي نعم، بس ما هو بكل التفاصيل اللي حطيت لكم، حطيت لكم تفاصيل كثيرة في المنتدى، هذه للفائدة. راح ناخذ فيها محاضرة كاملة اعلمكم ايش المطلوب بالتحديد. انا نزلت الشرائح كلها يا اشواق دفعة واحدة، ما أقدر أنزلها دفعة واحدة. نزلت كل ما أخلص واحدة أرفعها للمنتدى، رفعتها كلها وبقي فقط اللقاء 12. آمين. جزاك الله خير سلوى، الله يوفقك. أنا نفسي أخذ ماستر موارد بشرية أو مشاريع. الله يوفقك يا أسماء، الله يوفقك يرزق ما تتمنين. 13 لقاء يا أشواق، المنهج بيكون 13 لقاء لأن في لقاء أخير مراجعة نتكلم فيه بمراجعة عامة عن المنهج كله، نتكلم شوي حول الاختبار النهائي وطريقة الأسئلة. فلقاءاتنا كلها على بعضها 13. آمين وإياك يا نورة. آمين وإياك يا نهى.
آمين وإياك يا أشواق، الله يوفقكم جميعا. طيب خلصنا، ما في أسئلة يبدو، جزاكم الله خير على دعواتكم. هذا السؤال قبل ما نمشي، لي 8 سنوات أشتغل في كل مكان، أشتغل لي أشتغل مسمى ثاني ومهام ثانية، درست حتى التخطيط سويته، صرت لما نقدم معرف كيف أحدد اللي أبيه، أغلبه طبعا قطاع خاص، هل في طريقة غير الدورات الدبلومات اللي معي وانتظر؟ هذا سؤال خاص يا أمثال، ممكن أجاوب عليه إن شاء الله بالتفصيل بحول الله تعالى في الإيميل، بس مو بواضح ترى صياغة السؤال، مو بواضحة، يا ليت تكتبين بهدوء كذا، اكتبي كل السؤال لو كان طويل ما يخالف، وحطي في الإيميل الخاص وأنا أجاوب عليه إن شاء الله. إذا في سؤال، آمين، جزاكم الله خير، الله يتقبل دعواتكم، الله يحفظكم، إن شاء الله نلتقي يوم الأحد، فمعنا الله. إيميلي يا شهد في نفس تدارس، الإيميل الخاص في التدارس نفسه في البرنامج، برنامج التعليم عن بعد، في أمان الله، السلام عليكم.